لتكون محافظة جنوب سيناء أول جهة حكومية في مصر وشمال إفريقيا تحصل على هذه الجائزة الدولية في مجال التنمية المحلية. هذه الجائزة المرموقة التي جاءت تتويجاً لجهود المحافظة في التحول الرقمي والحوكمة وتطوير منظومتها الجغرافية متماشية مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصبح جنوب سيناء نموذجاً يحتذى به في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة. وفي بداية برنامجنا لليوم مع كلمة ممثل شركة إيزري التي تأسست في عام 1969 وأصبحت شريكاً استراتيجياً في تحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة عبر تقديمها حلولاً متكاملة في نظم المعلومات الجغرافية. مع كلمة السيد حاسم حميدة المدير التنفيذي لشركة إيزري في شمال إفريقيا فليتفضل. أستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، السيد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، السادة الحضور، تتشرف شركة إيزري العالمية بتهنئة سيادتكم بفوز محافظة جنوب سيناء بجائزة التميز العالمية في نظم معلومات الجغرافية لقطاع الإدارة المحلية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي برمجيات شركة إيزري العالمية لنظم المعلومات الجغرافية العام 2024. تمنح جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية من قبل شركة إيزري العالمية بهدف تسليط الضوء على جهود المؤسسات التي تستخدم تقنيات نظم المعلومات الجغرافية لفهم البيانات المعقدة ومواجهة التحديات المكانية على مستوى العالم. وقد حصلت محافظة جنوب سيناء على هذه الجائزة المرموقة على هامش مؤتمر شركة إيزري الدولي، وهو أكبر حدث عالمي مخصص لنظم المعلومات الجغرافية، والذي يعقد سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 75 ألف شخص من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية. لقد حرصت محافظة جنوب سيناء على تطوير أنظمتها من خلال دمج تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيق الحوكمة والتحول الرقمي وتحويل البيانات المحافظة إلى صيغ جغرافية رقمية، كما قامت ببناء خرائط رقمية تفاعلية وتدريب كوادر بشرية متخصصة، مما ساهم في تحقيق إنجازات تقنية متقدمة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا. وبهذا الإنجاز حققت المحافظة مكانة عالمية بالحصول على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية التي تعكس جهود المحافظة في التحول الرقمي والحوكمة واستخدام نظم المعلومات الجغرافية كعنصر أساسي في تقديم خدمات متطورة وفقاً لأعلى المعايير الدولية. وتتشرف شركة إيزري العالمية بحصول محافظة جنوب سيناء على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية تأكيداً على أسس التميز والتنافسية التي تعتمدها المؤسسات والشركات المستخدمة لتقنية نظم المعلومات الجغرافية، وتأتي هذه الدعوة تكريماً للإنجازات والممارسات المتميزة التي ساهمت في دعم التنمية والتطور التكنولوجي في مختلف القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال، مما يجعل هذه الجهود علامة فارقة في مسيرة التقدم التكنولوجي. شكراً لحضراتكم. السادة الحضور، نرحب بحضراتكم مجدداً في هذه الاحتفالية المميزة. بيسعدنا اليوم أن نستمع إلى كلمة قائد يحمل في قلبه رؤية طموحة لمستقبل محافظة جنوب سيناء. منذ توليه مهام المسؤولية وخلال 3 أشهر فقط، استطاع اللواء دكتور خالد مبارك أن يقدم رؤية واضحة من خلال إطلاق استراتيجية تنموية متكاملة عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم إقرارها من قبل سيادته. استراتيجية تعتمد على تقسيم جنوب سيناء إلى 5 قطاعات رئيسية تعكس الجغرافيا، النشاط والتفرد الذي تتميز به كل منطقة في هذه المحافظة الغالية. دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء فلتتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. دولة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيدات والسادة الوزراء الأجلاء والزملاء الأعزاء، السيدات والسادة قيادات شركة إيزري العالمية،
حضور الكرام، أتشرف بأن أرحب بحضراتكم جميعا على أرض جنوب سيناء الرائعة الحبيبة من فوق هذه الأرض المقدسة والبقعة المباركة والتي تبعد خطوات عن الوادي المقدس طوى، حيث المكان الأوحد والوحيد على وجه الأرض الذي كلم الله عز وجل وخاطب فيه بشر، وهو سيدنا موسى عليه السلام، وعلى مقربة من جبل موسى الذي تلقى من فوقه سيدنا موسى التوراة وأتم ميقات ربه 40 ليلة، وعلى مقربة من جبل الدكة موقع التجلي الأعظم والأوحد في العالم أجمع، والذي تجلى الله عز وجل عليه فجعله دكة حين سأله موسى أن ينظر إليه، فرد المولى سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقا، صدق الله العظيم. وأعتقد في الإنجيل بنفس المعنى فيما اللي بيأكد الكلام. السيدات والسادة الحضور الكرام، يشرفني ويشرف المحافظة أن تكون محافظة جنوب سيناء هي أول جهة بمصر تفوز بهذه الجائزة العالمية رفيعة المستوى في مجال نظم المعلومات الجغرافية في قطاع الإدارة المحلية، ويسعدنا أن يكون الاحتفال ونحن على مسافة أيام من الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، وإن هذا التميز والتفرد في الموقع والمكان والوقت والزمان وأيضا في نوع الجائزة والسبق في الفوز بها، كل ذلك سببا جعل أعناق كل من عمل بجد ومثابرة لنيل هذه الجائزة العظيمة، بل أعناق كل مواطن على أرض جنوب سيناء وعلى أرض الوطن أجمع، تعانق السماء وتجعل فخرنا جميعا بلا حدود. دولة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، السيدات والسادة الوزراء، إخواني الحفل الكريم، تحتفل الدولة المصرية اليوم بحصول جنوب سيناء على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية إزريساج أورد، والتي تهدف لإبراز جهود المؤسسات والشركات التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية لفهم وترجمة البيانات المعقدة ولمواجهة التحديات المكانية على مستوى العالم أجمع. ولعل فوز محافظة جنوب سيناء بهذه الجائزة يبرز فلسفة العمل الجماعي والتي أهلت للفوز بها، والأساس التي عملت المحافظة وبنت عليه وتمثل في توجيهات القيادة السياسية وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤيته الحكيمة دوما، واهتمام فخامته ومتابعته المباشرة لاستراتيجية التحول الرقمي لمصر وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة ونشر ثقافة الحوكمة الرقمية لتحقيق الريادة في منطقتنا العربية وقاراتنا الإفريقية وأقليم الشرق الأوسط كذلك. ويأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة المصرية والجمهورية الجديدة وفقا لأحدث المعايير الدولية في هذا المجال. السادة الحضور، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أشكركم جميعا قادة وزملاء أعزاء في هذه المناسبة الكريمة، أود أن أعرب عن خالص شكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء لتشريفي هذا الحدث العالمي، وعلى دعم سيادته المستمر لمشروعات التنمية المستدامة، خاصة مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، وهو ما يعكسه في زياراته الميدانية المتكررة لمتابعتنا ومتابعة جميع مراحل التنفيذ وحتى الساعة التي أقف فيها أمامكم، وتوجيه خطط التنمية بالمحافظة. وأشير إلى أن دعم وتوجيهات سيادتي وجهود السادة الوزراء زملائي الأعزاء الذين يقدمون كل الدعم هم الزاد ليكون هذا المشروع علامة فارقة في تحويل المنطقة المقدسة إلى وجهة سياحية عالمية فريدة في مجالات السياحة الدينية والبيئية والتاريخية والثقافية، وبما يعكس تدعيم مكانة مصر المستحقة على خريطة السياحة العالمية. ولعلها فرصة لتوجه لسيادتي بشكر شخصي، أشكرك دكتور مصطفى، ما لا يعرفه الكثير، دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يقود باقتدار مرحلة من أهم مراحل بناء مصر الحديثة، وكان دائما مديرا لحركة العمران والتخطيط في مختلف المواقع بالدولة. ولقد كان سيادته ولي الشرف بالعمل مع سيادتكم في العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى منذ توليكم مسؤولية التخطيط العمراني، ثم كوزيرا للإسكان وصولا لرئاسة الحكومة، وهو ما يتجلى في ثقة القيادة السياسية التي نعتز بها في معاليكم
نتيجة لقدرته وجرأته على تحقيق الإنجاز وتوجيهه الدائم نحو تنفيذ المشروعات الوطنية بكل كفاءة واقتدار، متمسكا بحبه لهذا الوطن. دولة رئيس مجلس الوزراء، إنني أعي جيدا مدى حرصكم وتفانيكم في تنفيذ هذه المشروعات، وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المسيرة أنا ورجالي في كل موقع للمسؤولية. وهذا ما يدفعني دائما للاجتهاد أنا ورجالاتي بالكامل، والعمل بكل جد لأكون عند حسن ظنكم وحسن ظن الوطن، خاصة وإنني أعلم أنني أمام قيادة تمتلك فهما عميقا لهذه الأمور، وتتابع كل خطوة بخطوة عن كثب بكل دقة ومهنية. بارك الله فيكم أساتذتي وقادتي ورؤسائي الأجلاء. دولة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، السيدات والسادة الوزراء الزملاء، والسيدات والسادة قيادات وممثلي إزري، الحضور الكريم، اسمحوا لي سيادتكم أن أتقدم الآن بأعظم وأجمل مراتب الشكر والتقدير والعرفان للسيد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء السابق، والذي سبقني ولسنوات في تولي هذا الشرف للمسؤولية محافظا لجنوب سيناء، والذي عمل بجد وإرادة فولاذية هو كل رجالات وكوادر المحافظة من الزملاء الأعزاء في كافة في أفرع عديدة للتطوير والنماء في هذه المحافظة، والتي نعتز بأنها جزء عظيم والبوابة الشرقية لمصر. وإنني أنتهز هذه الفرصة العظيمة لأجدد أنا ورجالي فخامة دولة الرئيس وجميع مواطني جنوب سيناء، نجدد جميعا العهد لفخامة السيد الرئيس ودولة السيد رئيس مجلس الوزراء، ولمصر قاطبة نجدد لها العهد على مواصلة العمل الدؤوب بجد وإخلاص وتفان من أجل رفعة مصرنا الحبيبة وشعبها. وإننا نعد لدولة الرئيس بأن نبذل كل الطاقة والجهد لتحقيق رؤية فخامة السيد الرئيس ورؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة والحكومة المصرية ورؤيتكم، عاملين وبمنتهى التركيز والدقة والجد في كل وقت على كل ما وجه به فخامة السيد الرئيس خلال المشاركة في عرض استراتيجية تطوير جنوب سيناء في بحضور سيادتكم، وذلك في إطار استراتيجية تنموية شاملة للمحافظة، وبحضور الجميع أمامنا نعاهدكم جميعا أننا بإذن الله سنكون عند حسن الظن في إطار مواصلة وتكثيف العمل وتعزيز الأداء التنموي والسياحي وبمختلف القطاعات في محافظة جنوب سيناء، في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد وهي تستحق، وكذلك تحفيزا للاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية وبتوزيع متوازن على جميع مدن المحافظة، التركيز الدائم على دعم وتمكين الشباب وتشجيع مشروعاتهم، وهي رسالة أنقلها لهم وأكدها معالي دولة الرئيس. وتشجيع مشروعاتهم الناشئة وريادة الأعمال هي الأولى، وإعطاء أقصى اهتمام لتحقيق إنجاز مشروع التجلي الأعظم بإذن الله، فهو التجلي الأعظم والأوحد على الأرض بمدينة سانت كاترين، والذي سيحقق بإذن الله تحويلا كاملا لمنطقة التجلي الأعظم بسانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية خالصة في مجال السياحة الدينية والبيئية والتاريخية الأثرية وسياحة الاستشفاء، وإضافتها على منصات السياحة العالمية، وهي تستحق ويزيد بإذن الله، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة الرئيس. دولة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، السيدات والسادة الوزراء، الحضور الكرام، في ختام كلمتي اسمحوا لي جميعا أن أرحب بحضراتكم مرة أخرى، وعلى أرض الطهر والقداسة والتجلي الأعظم والأوحد عاشت مصر حرة أبية تحت راية زعيمها وابنها البار المفدى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. الحضور الكريم، لولا توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بمحافظة جنوب سيناء وتحديدا
ما نقف فيه الآن منطقة التجلي الأعظم، والذي قام سيادته بإعطاء الكثير من التوجيهات خلال الفترة الماضية لنستطيع أن نقف في هذا الإنجاز الذي نقف فيه اليوم، وبمتابعة دقيقة من معالي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يوما بيوم لكل ما يتم تنفيذه في مشروع التجلي الأعظم. لما أنجزنا هذا الإنجاز الكبير والذي نحتفي اليوم بواحدة من الجوائز التي تعكس مدى الاهتمام بكل تفصيلة من تفاصيل هذا المشروع. فليتفضل السيد حاسم حميدة المدير التنفيذي لشركة إيزري في شمال إفريقيا، وليتفضل لتسليم الجائزة للسيد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك كأول جهة بمصر تفوز بهذه الجائزة العالمية رفيعة المستوى في مجال نظم المعلومات الجغرافية في قطاع الإدارة المحلية. السيدات والسادة الحضور، نصل الآن إلى لحظة تكريم فريق العمل الذي بذل جهوداً استثنائية وساهم بعمله المخلص في تحقيق هذا الإنجاز الكبير في مجال التحول الرقمي ونظم المعلومات الجغرافية. هؤلاء المتميزون كانوا وراء تطوير وتنفيذ الأنظمة التي أهلت المحافظة للفوز بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية، وهم من عملوا بإصرار وتفاني لتحويل البيانات إلى رؤى وإجراءات إلى إنجاز. نبدأ التكريم بالسيد محمد سامي مدير مكتب نائب المحافظ، فليتفضل. المهندس محمد ثروت المهندس المدني، فليتفضل. المهندس عمر صالح المسؤول الفني لمشروع شرم الخضراء. الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، والتي قادت فريق العمل نحو تحقيق هذا النجاح. وتتفضل أيضاً دكتورة إيناس سمير بتسلم شهادات التكريم الخاصة بدكتورة إيمان متولي التمساح المحلل العمراني بالمرصد الحضري، ودكتورة المهندسة يارا أكرم المهندسة المعمارية، وأيضاً المهندسة إسراء عاطف أخصائية نظم المعلومات الجغرافية. كل التهاني لكل الحائزين على هذا التكريم. مشاهدينا متابعينا الكرام، نصل الآن إلى لحظة ختامية نود فيها أن ندعو فريق العمل المكرم لصورة تذكارية مع معالي دكتورة منى العوض وزيرة التنمية المحلية وسيادة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، تقديرا لجهودهم وعملهم المخلص الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المتميز.